يعني دكتورة إيفانا، نحن عم نشوف من خلال عن جد المعاينات اللي عم نجريها مع العالم سواء بالشارع أو بهدول المحلات، إنه عن جد صار في كتير وعي طبي بخصوص حالاتهم المرضية أو أمراضهم. بظن هذا الشيء بيرجع يعني مثلا مثل المنبر نحن تبعنا تبع دوز، البرامج اللي عم تطلع التلفزيونية أو حتى السوشيال ميديا عم يصير فيها كتير تثقيف. أنت شو رأيك؟ أكيد دكتورة، يعني مثل ما ذكرتي أنت البرامج أو حتى اللي موجود على السوشيال ميديا ما كلها معلومات غلط، في دكاترة عندهم صفحات نظامية وفي بيعطوكم المعلومات الصحيه، فعن جد هو هذا السبب بالاضافه لمؤتمرات والايفنتات اللي عم بتصير او حتى عم تنعرض على التلفزيون. عن جد عم يقدموا نصائح حقيقيه بتفيد العالم. دكتوره صحيح، بس طبعا لازم ننوه ونحكي من منبر دوز انه الطبيب المختص يلي بيشرف على حالتك هو الوحيد القادر اصلا على تقييم الوضع الصحي تبعك، يعني صحيح نحن بدوز عم نقدم لكم معلومات وعم نحكي عن كثير من الامراض مع الاطباء المختصين، بس هالشيء ما بكفي ولا بيمنع استشاره الطبيب المختص، وبالنهايه بنتمنى الصحه والسلامه للجميع. وهلا مثل ما شايفين حاطين على الطاوله مجموعه اكلات طيبه وريحتهم كثير حلوه. شو رح تعملي لنا اليوم تخبرينا عنه؟ سيد حالي بدي اطبخ لكم. اوكي، بس لأ انا اليوم بدي اعمل اليوم بدي احكي دكتوره، نحن دائما بنروح على الفطور وبيهمنا اكلات الصغار وكيف لازم تكون، انا اليوم بس بدي حكيت بفقرات سابقه عن الفطور، هلا بدي احكي عن العشاء، يعني انا شلون ممكن ببيتي بشكل سريع وبشكل خفيف وسهل اني انا اقدر اعمل شغلات. هلا بجوز الناس تقول كثير هالقصص، هلا بحكي لكم قديش هي لها فوائد. عم شوف شغلات متنوعه كثير اليوم. تماما. وفي شغله ثانيه بدي احكي عنها دكتوره فرح، انه بنلاحظ انه عندنا نحن نقص فيتامين د وحديد بكميات كبيره كثير، يعني تقريبا من 70 ل 90% من شعبنا معه هذا النقص، شو السبب؟ ومثل ما قلت لكم رح اعلمكم كيف تعملوا وجبات عشاء، نطلع عن المالوف، يعني نحن عندنا دكتوره معتقد انه اذا ابننا بالليل ما اكس خلص السندوتش معناته ما تعشى وما اخذ غذائه الكافي، هذا غلط، خلونا نطلع عن المالوف ونشوف شغلات افيد للطفل وبنفس الوقت فيها فيتامينات ومعادن اكثر. خلوني اروح على اول فقره اللي حكي ذكرتها او هي من ضمن الفقرات، انه نحن ليش عندنا نقص فيتامين د وحديد؟ رح احكي لكم بشكل سريع ليه عندنا هذا النقص. نحن للاسف الشديد من رغم انه نحن بلد فيه شمس لازم يعني الشمس، نحن الا نحن لما بقول لهم عندهم نقص فيتامين بيقولوا لنا يا الله اللي احنا نحن بنضل متعرضين على الشمس، ما دخل، لانه نحن الاطفال عندنا بشهر 12 او عمرهم يعني بيكون سنه لسنه ونص، للاسف الشديد بتصير الام تطعميهم او تشربهم حليب الابقار، حليب الابقار هو خالي من الحديد ومن الدال، يعني كمان غير انه خالي من الحديد والدال في مشكله كثير كبيره دكتوره اللي هي فيه نحن بنقول عنا هي البروتينات او حتى مو بروتينات، دهون، هاي الدهون هي مشبعه وما دخل، مو هي المضافه، يعني هي مخلوقه معها، هاي الدهون للاسف تمنع امتصاص هدول الفيتامينين، يعني بهالحاله انا لما بدي اشرب ابني حليب رح يصير عنده اكيد نقص فيتامين دال وحديد لانه اصلا ما فيه هذا الحليب البار. هو دكتوره بس تعقيبا على حديثك انه باخر دراسه بتقول انه شخصين من اصل 10 اشخاص بسوريا فقط هن الوحيدين اللي عندهم مستوى فيتامين دي ضمن الطبيعي. صحيح. شخصين صحيح. على الحد الأدنى والبقايا كلياتهم للأسف تحت صح الطبيعي. 100% دكتورة كمان في شغلة تانية اللي نحن كمان بنجهلها، في المثل اللي بينقال أنه السكافي حافي مثلا، فلأنه أحيانا الأم لما بتكون هي قبل ما تحمل عندها نقص حديد أو دال شو رح يصير عندها؟ رح يصير عندها أصلا أنه هي ابنها أو جنينها ما رح ياخذ الحديد والدال منها لأنه أصلا عندها نقص، خصوصيا أول 6 شهور مصدر الحديد للجنين هو من الأم، فبهالحالة الطفل رح يطلع عنده ناقص شيء. طيب تقولي لي دكتورة شو لازم نعمل حتى الأطفال ما يطلع عندهم يعني لغينا حليب البقر والام خلص النفد اللي عم تعطيها اياه، شو فينا نعمل؟ كثير سهل، اول شيء ما ننهي الحليب، نضل عم نرضع الطفل سنتين وهذا هو المتعارف عليه، وبنفس الوقت مو بس حليب الام لانه حليب الام فيه كميه دال وحديد قليله، فنحن لندعمه لازم نفوت الغذاء اللي هو لكل شهر له غذاء معين. طبعا ما بيكون على حساب الحليب انه والله انا ما بطعميه لانه عم برضعه اكثر، لا اكيد، او انا ما عندي حليب لاقدر رضعه، انا معناتها بدي اروح على الحليب الصناعي المدعم بالحديد والدال وكمان مع الغذاء، يعني نحن بننزل عدد الرضعات لمرتين باليوم وبنفوته الغذاء لكل شهر له اكل معين، يعني ما شرط ياكل نشويات، لا فيكم تفوتوا له كثير خضار، فواكه، بروتينات، هالقصص، يعني ما شرط تعمير الزو وخبز وهدول القصص. حتى بحبوه الاطفال وقت التسنين بتساعدهم تماما. هلا خلينا نروح ننتقل معناتها على هالاكلات اللي جايبتها فيها كثير حديد وفيها كثير فيتامين دال او فينا نقول كالسيوم. هلا الدال كلنا بنعرفه انه نحن بناخذه من الشمس. مزبوط. بس 90% نحن بناخذ الحديد من الاكلات اللي موجوده هون، فمشان هيك رح بلش باول شيء نحكي عنه اللي هو التمر والحليب.
اللبن. هلا بتقولي لي دكتوره طيب التمر مو الصبح بناكله؟ بلكي صح مزبوط، بس التمر هون عندي انا هو انا جايبه رطب، يعني سكره شوي خفيف وصغير، والاطفال فعلا بيحبوه. التمر هو عبارة عن مصدر كبير للحديد ومصدر للبوتاسيوم ومصدر للمغنيسيوم، فالطفل لما بده ياكله رح يتناول كل هالمصادر اللي ذكرتها الفيتامينات، وكمان فيه مو بس هدول القصص، فيه كمان في الألياف أو حتى النشويات المعقدة. فتك بفكرة عشان ما أنسى، لما أنا عم أقول نشويات معقدة، الطفل بعمر 8 سنين وهو بيكون مرحلة النمو عنده مرحلة دماغية. صحيح. لازم يهتم بوجود هاي الحكي للأمهات بثلاث مصادر غذائية، نشويات المعقدة وليست البسيطة لأنه البسيطة بتعطي طاقة وهايبر، البروتينات لأنه فيها تريبتوفان، متى ما قلت تريبتوفان معناتها بيعطيك الاسترخاء والنوم الكامل للطفل، وأول شغلة اللي هي فيها الكالسيوم لحتى يقدر نثبت فيتامين د. فهذا او التمر او الرطب. هلا نحن اصلا جايين على رمضان. يعني شهر الخير، والولاد بتحب تقلد الكبار، صح. رح يلاقون عم ياخذوا تمر، بالتالي هن كمان رح يتقبلوا. والرطب هون دكتوره ما فيه هذا السكر مثل التمر، عشان ما نحكي قبل انه حكينا نحن بفقرات انه فيه سكر كثير، لا السكر تبعه خفيف، يعني لبن فيه كالسيوم ثبت الفيتامين دي، الحديد من النشويات او النشويات المعقده موجوده فيه، والبوتاسيوم والمغنيسيوم والالياف. بس في شغله، مو والله بقضيها انا كل يوم عم بعطيها وطعميها اسبوع كامل، هي مرتين بالاسبوع، لانه انا اذا ضليت عم باخذ هذا الاكلات رح ينقصني مصادر غذائيه ثانيه ورح يصير في مشكله. يعني مو بيقولوا لها هي حبه الصبح حبه المساء، لا الصبح والظهر والمساء طعميها، لا بس يومين حاجته. خلينا نروح على الشيء الجديد الثاني اللي بدي احكي عنه، اللي هو حليب قليل الدسم. ما قلت خالي وما قلت كامل، ليش قلت قليل الدسم؟ اول شيء الخالي الدسم، انا اذا بدي نحن لما بيعملوا له خالي الدسم بيشيلوا له كل شيء موجود فيه من الدسم، رح يصير طعمته سيئه، بيضيفوا له نشويات، يعني الطفل رح ياخذ نشويات بسيطه من دون ما يعرف، هذا الشيء رح يصير هايبر، يعني نحن بنقول له فوت نام وبنقتله ما عم بينام طبيعي لانه اصلا اخذ نشويات بسيطه. طيب الشغله الثانيه، وطبعا هو اكيد نعرف انه مصدر للكالسيوم والبروتينات وذكرت سابقا، الشغله الثانيه طيب يا دكتوره ليش ما كامل الدسم؟ هو الطفل بدنا نكبره. اول شيء كامل الدسم ممنوع انه يتاخذ تحت عمر السنتين، فمنعا بتاتا نرجع ابدا. الفكره الاساسيه نهائياً اللي قلناها تبع حليب البقر او خالي الدسم اذا او قليل الدسم عفوا اذا كان طفل من 8 سنين وفوق او حتى فوق السنتين. هلا انا جايب اليوم فيكم بتلاقوهم بالمحلات، ممكن تلاقوهم حتى بالصيدليات او بالسوبر ماركت، نحن جايبه هون بسكوت فيه كتان، فيكم تجيبوا بسكوت الاطفال، فيه فوائد كثير بالنسبه كنشويات او فينا نقول كربوهيدرات معقده، وفيه مجموعه فيتامينات اللي انا بحاجه لها منها الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم اللي هي بتضمن للطفل انه يتناول. يعني بتقولي لي دكتوره هذا بكفي؟ فعلا بكفي، لانه الكتان فيه كميات كبيره من الفيتامين واخذنا كالسيوم ونشويات رح يشبع الطفل. حتى ممكن الامهات يعني انتم بتعملوا البسكوت بس المهم انه يكون قليل السكر، وحطوا كتان هدول القصص لانه كثير بتفيد. موجود الكتان وهالشغلات ممكن يرشوه عليه بيصير. الخيار الثالث بتقول لك الام انا ابني والله بياكل خبز وما فيني اذا ما طعميته خبز انه ما يشبع، ودكتوره شو الخيارات اللي ذكرتي لي اياها سابقا اصلا ما بتشبعه؟ لا حبيبتي بتشبعه، شبعه كثير واصلا لها فائده كبيره كثير. انا اليوم جايبه شيء بديل او هو خبز الرز او رقائق الرز موجوده وين ما كان، كمان حاطط لك فوق حمص، فينا نحط لبنه، فينا نحط بيض، فينا يعني نحط اي تمام مسبحه، او فينا نحط اي شيء ثاني نحن بنستخدمه مع الخبز البيض اللي بتسمن الولد، لانه الاطفال اللي عندهم بداني او حتى انه بيحبوا متعودين ياخذوا النشويات، فينا يعني بتلاقيهم باخر الليل بياكلوا شغلات فاست فود بتسمن، هاي مصدر نشويات معقده، ومثل ما قلت لكم مصدر بروتينات وفعلا بتشبع وفعلا طعمتها طيبه. يعني حتى هي على فكره موجوده بالمحلات منكهه، في منها مع كمون، في منها مع حبه بركه، وفي منها حتى احجام صغيره، حتى مو بس رز، فيها انواع ثانيه. مزبوط، في ذره وفي شوفان، يعني بحسب كل طفل، حتى اللي عندهم مشاكل او مشاكل زلاقي او هيك تماما ممكن يستعملوها. في منها احجام صغيره بتقبل الطفل، بغطها بالحليب بياكلها المساء. لا انا جبت حجم كبير عشان الام بتقول لي والله ما بيشبع ابني مشان يشبع. في احجام كبيره لا تخافي. في الكبار هلا هون شغلات الطيبه. هلا دائما خلينا نروح على شيء فينا، طبعا انا جايبه اليوم حبا عشان الاطفال كثير بحبوها فعلا، سواء بيجيبوها ببيتزا هدول القصص، فيكم تجيبوا مرتديلا، اي مرتديلا شو ما كان نوعها، بس اهم شيء انه المواد الحافظه تبعتها تكون ما في مواد حافظه، يعني ثلاث ايام وبس وبتنكب ما عاد نستخدمها، لانه المواد الحافظه رح تسبب لي كثير مشاكل بالنسبه للبروتينات وامتصاص البروتينات. لاحظي دكتور انا بدل ما اكلها بالخبز انا حاططها بخيار، لاحظت
خس، ممكن نحط لها بندوره، يعني اللي بتحبوه انتم او الطفل بحبه هيك، او فينا نحط لها لبنه كمان. بهالحاله فانا ضمنت مصدر بروتين عالي فيه تريبتوفان، الولد رح ينام باسترخاء، وبنفس الوقت خضار وفيتامينات الخضار كثير عن جد. يعني هلا هو انا حاطه 4، بس فيكم تحطوا له قد ما كان، وما شرط مرتدله الحبش، ممكن مرتدله عاليه عاديه بس بدون مواد حافظه. الامهات اللي بيكون عندهم طبخه فيها دجاج ممكن كمان هن وبضل منها بالظهر، فيها تاخذ لهم الدجاجات او السفن وتقطع مع الخضار كمان مثل المرتديله والخضار. بدنا نحكي على التونه اللي هي كل العالم سهله، ما بيقدروا بيقولوا لك التونه او السمك او بياخذوا حب الاوميجا. هلا التونه هي فيك تحطي لها سلطات وبس تعصريها، وفي بالاسواق تونه اصلا فيها سلطات. التونه هي مصدر كبير كثير للاوميجا 3 ومجموعه من الفيتامينات، متى ما عصرنا فوق الليمون بتعطيني الفوائد الاكبر. فانا ضمنت هون وحطيت الخضره شو ما بدك حطي، فمثل ما قلت لكم بروتين وخضار كمان خيار احسن من النشويات. هلا هون انا جايبه كمان في شيء الخضار اللي حكينا عنهم، الجبنه وخضار. هلا الجبنه هي مصدر او قليله الدسم اللي هي القريش. جبنه القريش بتستخدم او بتصنع من بروتين الجبنه، يعني بنجيب جبنه بيضاء او اي جبنه بنغليها بيطلع منها مصل، هذا المصل هو اللي بنستخدمه في القريش. يعني قليله الدسم فيها بروتينات جدا مكثفه وكثير طعمتها طيبه. فيكم تجيبوا جبنه بيضاء، عشان ما تقولي دكتوره يعني والله تخنتيها، معكم حق. جبنه البيضاء بس اغلوا لي اياها منيح عشان نحن نطلع الملح منها، وكمان بنفس الوقت مشان الامراض اللي ممكن تصيبها المالطيه. واكيد فينا مثل جبنه القريش، عن جد كثير طيبه، مثل الكريمه، عن جد حقيقه اطيب من الجبنه بحد ذاتها. حاطين لها سمسم والخضار مثل ما قلت لكم، فينا يكون سناك للاطفال شو ما كان يعني تلونوا الصحون بتحطوا لهم اياها. فنحن كمان اشكال الوان، انا على السريع قطعتهم بس ممكن نضيف فليفله وملفوف شو ما كان كثير شو الطفل بحب تماما نحن بنشكل له. هلا انا بدي احكي على اخر او قبل اخر شغله وعلى السريع، الفول. هلا الفول ما شرط والله انا اللي عاملته، انا ماني عاملته مثلا بناكله مع الخبز، فيكم تاكله بالشوكه. حتى فول فهو مصدر للبروتينات، بس حصرا نحن بنعصر فيتامين سي. ليش؟ لانه بسبب انه هو فيه مواد بتمنع امتصاص البروتينات وامتصاص الفيتامينات الموجوده فيه. فنحن بنعصر له ليمون عشان نقدر نحن نمتص الفوائد اللي من الحديد طبعا. وعصير الليمون اكيد طيب، فينا نحط شويه زيت. انا حاطه بندوره، حاطه شويه خضار اللي هي يعني مثل تسقيه فول او في ناس تمام. كمان بتحط احيانا طحينه السمسم تمام ممكن، بس لا انا بحب بفضل فيه سكر طحينه السمسم. فهذا تمام. كخيار بيقولوا لك دكتوره تقيل، لا ما انه تقيل، هو كثير مفيد. يعني شكل شغلات كثير بسيطه نحن بنقدر نقدم لها للاطفال. عن جد شكرا كثير دكتوره، يعني اكيد بكل بيت متواجد لو نوع واحد نحن ممكن طبعاً نساعد فيه. هلا خلونا ضمن هالحلقه تجاوبكم الدكتوره ايفانا على سؤالين بعثتوا لنا اياهم على الفيسبوك. من بعد اذنك دكتوره، السؤال الاول بيقول انه في سيده سالت عن نظام غذائي مع العلم انه وزنها هو 75 وبتعاني من تعسر الهضم. دكتوره هذا هو السبب الرئيسي لها، هي انه عندها مشكله بعسر الهضم اللي هو زياده الوزن 75 كيلو، لازم ننزل وزننا. وانت اكيد عم تعملي ثلاث شغلات من اللي رح اذكره بعد الاكل، اما هو النوم، اما هو تناول الفواكه، اما هو حتى شرب شاي او مشروبات او حتى تناول الحلو. هذا الشيء بياثر كثير كثير على الهضم. يعني شو رح اعمل؟ انا فيني قبل ربع ساعه من الغداء او اي وجبه بتاخذيها ناكل اي قطعه فواكه، ومن التفاح فيها الياف ممكن تسرع للهضم وجهاز الهضم تبعك. فينا كمان المي نحن نتناولها مع الاكل، مع الاكل لانه كمان بتسرع بعمليه الهضم. واذا انت عم تاكلي وجبه واحده فهذا الشيء رح يعمل لك صدمه كمان. فانا برايي تعدد الوجبات هو الافضل حل لك. وهذا كان جواب الدكتوره ايفانا. خلونا ننتقل للسؤال الثاني لسيده بتقول انه انا عندي حبشبه بعد ما عالجه خف، بس ضمن حميه قاسيه، هي الحميه اللي سببت لي اني انحف، كل ما حاول اني عم زيد وزني عم يرجع يطلع حب الشباب هذا. شو هي الحميه الصحيه اللي هي ممكن تتبعها لحتى تحافظ على جسمها وتحافظ كمان على بشرتها بحيث انه ما يطلع لها حب شباب؟ هلا للاسف نحن لما عملنا الحميه الخاطئه اللي انت ذكرتيها حبيبي، فهي صار عندي نقص فيتامينز. اول شيء بدك تروحي تحللي وظائف الكبد لنشوف شو وضعها. ثانيا اللي هو اهم من هيك، انه لانه للاسف الشديد انا لما نحفت وهلا بدي يصير ازيد وزن، بصير الجسم يحرق زياده ويضخ دم. هذا الضخ الدم بيؤدي لنفور هذا الحبوب اللي انت عم تشوفيها. بالاضافه انت بدك تشوفي حالك انه انت بتتضايقي من مثلا في بعض الاكلات فيها دهون وزيوت، يعني من الشوكولا، من المقالي، من البزر، من هدول القصص انت، او من الشيبسات البهارات لحالك بتعدي عنهم. وخذي شيء ثاني، يعني تعدد الوجبات، ما شرط والله انا اكل ثلاث وجبات وهالقد قد عشان انا اسمن، لا العبي رياضه وطلعي بعدها كلي شيء صحي وبتعدي عن اللي قلت لك اياهم. واهم شيء التحاليل عن جد رح تنحل قصتك. شكرا كثير دكتوره ايفانا لهالاستشاره التغذويه.